شبح الإغلاق يطل برأسه من جديد رغم الأرقام المخيفة التي سجلتها بعض الدول في معدل الإصابات بأوميكرون، إلا أن أعداد الوفيات والحالات الحرجة لا تدعو للقلق. أعراض خفيفة وقد تكون ثقيلة عند الفئات الهشة. الدراسات تدل على أن الإصابة متوسطة بسيطة، الأعداد كبيرة، ولكن دخول المستشفيات ليست بالعدد الكبير جدا، وهذا مؤشر جيد إن بإذن الله إن شاء الله نستطيع السيطرة على انتشار أوميكرون. الأمر المهم في الموضوع أن الغير مطعم ليس في حماية من أوميكرون، فأوميكرون عند الغير مطعمين يسبب إصابات شديدة أو حالات مرضية شديدة، ومن هنا جاءت التوصية بالتطعيم ضروري خصوصا لمواجهة أوميكرون لأن سرعة انتشاره كبيرة، فلازم تكون محصن لمقاومة هذا الفيروس. سلاح خفي يوفر حلا أمام عاصفة أوميكرون. الخلايا التائية لا تقضي على أوميكرون بل تقلل من مدى انتشاره في الجسم، إذن كيف تنتج أجسامنا الخلايا التائية لمواجهة المتحور الجديد؟ أوميكرون يستطيع أن يقاوم أو يتحاور أو يبتعد عن الأجسام المضادة اللي يكونها الإنسان من التطعيم، ولكن لا يستطيع أن يبتعد عن التي سيلز. فالتي سيلز لما أنت تأخذ التطعيم التائية، هذه الخلايا التائية لما أنت تأخذ التطعيم تتكون مضادة للكوفيد 19 بكل أنواعه، وعند الإصابة بأوميكرون تعمل هذه الخلايا التائية في منع انتشار وتكاثر الفيروس داخل جسم الإنسان فتحارب محاربة شديدة. يرى بعض المختصين أن المتحور أوميكرون عمره قصير مقارنة بالسلالات السابقة بالرغم من سرعة انتشاره، ونفس ما شفنا في الدول اللي برا جنوب أفريقيا ويوكي وأمريكا الأعداد قاعدة تزيد في شكل جدا ملحوظ، بتصل إلى 100 ألف حالة جديدة في اليوم. بس اللي نشوفه هم في جنوب أفريقيا أن المنحنى بدأ ينزل، فالموجة غالبا قصيرة للمتحور الجديد. يعني إحنا سمعنا في جنوب أفريقيا بشهر نوفمبر عن المتحور الأوميكرون، والحين الكيرف عندهم في نزول. لا تهويل ولا تهوين هي القاعدة الأسلم لمواجهة المتحور الجديد. الحذر واجب وتلقي الجرعة الثالثة ضرورية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.